نيجيريا علي سبورت نيجيريا. انا اشجع نيجيريا واشجع الشعب النيجيري. محمد صلاح اسمه ماي برودر. محمد صلاح هو اخي وانا اشجع محمد صلاح، وبالطبع انا اشجع بلدي الكاميرون، واذا واجه محمد صلاح منتخب بلادي ساشجع منتخب بلادي طبعا. محمد صلاح مهاجم عظيم وانا احبه جدا، واعرف ان المباراه المقبله سيحرز هدفين. انا فخور جدا لان كاس الامم الافريقيه مقامه في الكاميرون، وسعداء بوجود الفريق المصري لانني احب محمد صلاح وهو اللاعب الافضل، واتمنى ان يصل الفريق المصري للمباراه النهائيه واراه يواجه فريق بلدي الكاميرون. انا كاميروني واحب المصريين. نحن سعداء بان جاروا ضمن المدن التي تستضيف البطوله، وخاصه ان لدينا هنا فرق مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو، والفريق المصري فريق جيد ويضم محمد صلاح هذا اللاعب الرائع، واعتقد ان في المباراه المقبله سيؤدي بشكل افضل. ان هذه البطوله مليئه باللاعبين الجيدين، ولننتظر في نهايه البطوله لنعرف من هو افضل لاعب فيها. محمد صلاح لاعب عظيم. إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل المنتخب المصري في بلدنا، فالكاميرون بلد يرحب بالجميع. اليوم الشعب الكاميروني في قمة السعادة لاستقبال محمد صلاح هنا، لأننا اعتدنا على مشاهدته من خلال التلفزيون، فمحمد صلاح نجم كبير ولاعب رائع، وللأسف خسر المنتخب المصري أمام نيجيريا. محمد صلاح لاعب رائع، فهو يلعب بشكل جيد في إنجلترا مع فريق ليفربول، أما هنا في جروة لم تكن الأمور سهلة عليه، فالفريق النيجيري كان قوي وأدوا بشكل جيد. أما عن محمد صلاح فإنه لم يحصل على المساعدة الكافية من زملائه، فهو في حاجة إلى لاعبين مثل ماني وفيرمينيو لمساعدته كما يحدث في ليفربول، لكن بالأمس كان وحده ولم يستطع عمل شيء أمام تكتل المدافعين أمامه. محمد صلاح لاعب رائع جدا ومهاجم قوي، وأتمنى أن يسجل في المباراة القادمة. أعتقد أنه سيسجل هدفان، فسوف يلعب ويفعل كل ما في وسعه. فمحمد صلاح هو محمد صلاح، سواء في أسبانيا أو كاميرون أو جابون أو في أي مكان، وكما قلت أنه محمد صلاح.